سيادتك انا عارف ان محدش فوق القانون، بس انا قلت اختار سيادتك الاول عشان زي ما سيادتك فاهم. سيادتك انا عارف الوضع كويس وعارف شريف مطار ده مين، فقلت المسألة ممكن يبقى لها بعد سياسي. امر سيادتك يا فندم، امر يا فندم. انا اخلص شغلي هنا والنيابة تكمل اجراءاتها زي ما هم عاوزين. امر سيادتك يا فندم، امر، امر يا فندم. اتفضل اتفضل سيادتك، اتفضل يا فندم، اتفضل. ها عملتوا ايه؟ احنا خلصنا شغلنا والجثه اتنقلت المشهد. تقريري بعد الليله. اكيد طبعا. اتفضل. طيب يا شريف بيه، انت هتتفضل معانا. اتفضل معاكم على فين؟ هتركب معانا البوكس ونطلع الاسم، هنكمل كلامنا هناك. لا اسمح لي احصلكم بعربيتي هنا. وضع الاجتماعي والسياسي ما يسمحليش اركب بوكس. انا اسف يا شريف بيه، بس دي التعليمات اللي عندي، انك تيجي معايا الاسم في البوكس. شريف بيه اتفضل معايا من غير شوشره، وما تخلينيش اعمل حاجه انا مش عايز اعملها. دي تعليمات يا فندم. اتفضل يا بيه. شريف مختار اتقبض عليه الليلة، قتل مراته مدام سميرة؟ لا، مراته التانية مدام دينا فهيمة. وانا استدعيتكم الليلة عشان نشوف هنعمل ايه في المرحلة الجاية. ممنوع منعا باتا اي حد فينا يحاول يتصل بشريف مختار او حتى باي حد من عيلته. ازاي بس؟ مش ممكن طبعا نتخلى عنه، ده واحد مننا. يا سادة انا مش جايبكم عشان اخد رأيكم، انا جبتكم عشان ابلغكم باللي هيحصل الفترة اللي جاية من الليلة. انقطعت علاقتنا جميعا بشريف مختار، مفهوم؟ مفهوم. عايزك تحكي لي اللي حصل منك مره تانية. يا فندم انا حكيت اللي حصل 100 مره، مش هقعد بقى طول الليل احكي تاني. معلش احكيها لي مره تانية، محتاج اعرف منك كل التفاصيل. مفيش يا فندم، رجعت البيت لقيت مراتي مقتوله، ده كل اللي اعرفه. يبقى ترد على سؤالي، تفسر بان مراتك اتقتلت بالمسدس بتاعك في الوقت اللي بتقول انك رجعت لقيتها مقتوله؟ يا فندم والله ما اعرف وما عنديش اي معلومه تانية. وبعد اذنك انا محتاج امشي من هنا. انت مش هتمشي من هنا يا شريف بيه. يعني ايه؟ يعني تقرير المعمل الجنائي وصلني وبيقول انهم ما لقوش اثر لحد تاني في الفيلا غيرك وغير القتيله، والتقرير كمان بيأكد انه ما حصلتش اي محاوله لاقتحام الفيلا، وده معناه ان اللي داخل كان معاه المفتاح. تحب اقرا لك بقيه التقرير ولا فهمت انا اقصد ايه؟ نكمل بقى كلامنا. رجعت الفيلا في الليله ديت الساعه كام؟ انا مش هتكلم ولا كلمه الا لما يجي المحامي بتاعي. امر سيادتك يا فندم. خالد قلت لنا اخباريا ان رزق بيسلم البضاعه في المخزن. يلا 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 يلا. والان سيد الرئيس، وبعد مراجعه الادله التي تحصلنا عليها من واقع مسرح الجريمه، نستطيع ان نقول انه بالدليل القاطع فان المتهم الوحيد في هذه الجنايه هو الماثل امامكم محسن عبد التواب. ومن ثم فالنيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، مع الأخذ في الاعتبار أن النيابة قامت بتوجيه تهمتين للمتهم، الاتهام الأول وهو السرقة بالإكراه، والثاني وهو القتل العمد. سيد الرئيس، المجني عليها صاحبة الشقة توفيت بالمستشفى متأثرة بإصابتها، وقد أثبت تقرير الطب الشرعي
أن الوفاة حدثت بسبب نزيف داخلي نجم عن ضربها بآلة حادة بالرأس وفي نفس وقت السرقة. الدفاع يتفضل. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، طبعا زي ما سمعنا دلوقتي ان المتهم الوحيد قدامنا هو محسن عبد التواب، وحسب الكلام اللي تفضل وكيل النيابة وقاله ان المفروض تطبق اقصى عقوبة على المتهم بتهمة السرقة وتهمة ضرب افضى الى الموت. لكن هل اللي قاله وكيل النيابة هو الحقيقة كاملة؟ وقبل ما حد يفهمني غلط اسمحولي اعيد صياغة السؤال. هل التحريات اللي قامت بيها المباحث أثبتت وبالدليل القاطع إن محسن عبد التواب هو مرتكب الجريمة؟ النيابة ترى أن وجود بصمات المتهم على أداة الجريمة يعد دليلاً كافياً. جايز، لكن محسن حسب نص التحريات أكدوا أكتر من مرة إنه ما كانش موجود في منطقة الرحاب اللي تمت فيها الجريمة، وإنه كان موجود في مدينة نصر قدام محل لعب أطفال معروف كان بيحاول يشتري لعبة لبنته. مش برضو الكلام ده متسجل في نص التحيات؟ إن ادعاء المتهم لا ينفي وجود بصماته على أدلة الجريمة، ده بالإضافة لعدم وجود ثم الدليل يؤكد صحة وجوده في مدينة نصر حسب ما يدعي. يا ترى حضرتك اتأكدت من المعلومة دي؟ سيادة الرئيس، المتهم عجز عن إنه يثبت صحة أقواله في الجزئية دي، ومحل اللعب اللي بيدعي إنه راح وقف عنده النيابة قامت باستدعاء العاملين فيه وسؤالهم ومواجهتهم بالمتهم ولم يتعرف أي منهم أحد. وهو العادي إن المفروض اللي شغالين في محل يقدروا يفتكروا شكل كل زبون بيدخل عندهم المحل كل يوم؟ ثم إن موكلي أكدوا كذا مرة إنه مدخلش جوه المحل ده أصلا لأنه تفاجئ بالأسعار اللي جواه. يبقى خلاص يا أستاذة، نصدق المتهم ونكذب صحة الأدلة اللي موجودة تحت إيدينا. لا طبعا، بس الفرق بيني وبينك إني اعتبرت محسن بريء لحد لما تثبت إدانته. بالنسبة لك القضية كانت سهلة، واتهم عنده سوابق في السرقة وأداة جريمة عليها بصماته، قضية مضمونة مش محتاجة وجع دماغ. لكن بالنسبة لي أنا الوضع كان مختلف، علشان كده أنا عملت اللي حضرتك المفروض كنت تعمله، حاولت أتأكد من صحة أقوال موكلي عشان أقدر أثبت براءته ووصلت للدليل. وإيه هو بقى الدليل؟ محل الألعاب اللي موكلي وقف قدامه في وشه بنك حاطط كاميرات مراقبة قدام البوابة بتاعته بتصور المدخل والبوابة والمحل بتاع اللعب اللي قدام البنك. ولما خطبت البنك قدرت أخد منهم تسجيل لكاميرات المراقبة لليلة وقوع الجريمة، وتقدر سيادتك تشوف بنفسك وتتأكد. الوقت والتاريخ الموجودين على التسجيل بيؤكدوا وجود موكلي في مدينة نصر وقت وقوع الجريمة، وده في حد ذاته يكفي لإثبات براءة موكلي وإسقاط كل التهم الموجهة إليه. وتفسري بإيه وجود بصماته على أداة الجريمة؟ لا كده يبقى إحنا بنضيع وقت المحكمة، لأن عدم وجود موكلي في مسرح الجريمة دليل كافي على براءته. بس ماشي، الأداة اللي حضرتك بتتكلم عنها بتستخدم أساساً في تصليح العربيات، وسهل قوي ان اي حد يسرقها من الورشه اللي كان محسن شغال فيها بعد ما تاب عشان يلفق له التهمه. كل المطلوب انكم تلاقوا واحد يعرف محسن والقتيله، لو تعبتوا نفسكم شويه هتلاقوا ان فتحي زميل محسن بيتردد على بيت القتيله وفي شهود بياكدوا الكلام ده، وانه كان عليه اصابه سددها بعد ارتكاب الجريمه بيومين. ودي حاجات المفروض ان انتوا اللي تعملوها، بس واضح ان انتوا كنتوا مشغولين في حاجات تانية. خلاص كده ولا حضرتك تحب تضيف حاجة تانية؟ تدوقونا حلاوتكم يا رجالة. عمرك يا معلم رزق. ايه رأيك يا معلم؟ تسلم العيادة. قوم يا معلم.
استقتلها ليه؟ والله ما انا عارف يا عمرو، هو طول عمره كده عكاك، وانا ياما نصحته وقلت له، قلت له يا شريف اللي بتعمله ده اخرته وحشه، وادي النتيجه. المهم خلينا في اللي يخصنا. عايز حلقه النهارده تبقى عن الموضوع ده، شوف في شريف زي ما انت عايز. بس شريف مختار يا جمال، انت فاهم قصدي يعني؟ ايوه بس شريف خلاص رفعت عنه الحمايه، والناس اللي كانوا واقفين وراه هم دلوقتي اللي عايزين يستغلوا الموضوع ده لصالحهم. المهم انت تقدر ولا ما تقدرش؟ اقدر طبعا، فرصه جايه لحد عندي هقولها لا ليه؟ بس انا بتكلم عليك انت على فكره. قصدك يعني على العشره اللي بيني وبين شريف؟ والله احنا بنعمل شغلنا وهو اللي عامل في نفسه كده. اوكي سيبك كمان من العلاقات الشخصيه، مجموعه شريف مختار من اهم المعلنين عندنا. صحيح بحطتك وانت حر فيها، بس انا لازم انبهك. انا فكرت في الموضوع ده. شوف القنوات كلها النهارده مش هيبقى عندها موضوع غير موضوع شريف. تفتكر يعني هيسحب اعلاناته من كل القنوات؟ ده بيزنس. ماشي بس برضه مش هيطلعوا فلوس لمحطه بتشتم فيه. ومين قال ان احنا هنشتمه؟ احنا هنقول الحقيقه، لا هنوقف معاه ولا هنوقف ضده. في ايه يا عمرو؟ مش ده شغلك؟ بص انا هجيبها لك على بلاطه. الموضوع ده طلب مني وانا ما اقدرش اقول لك. اوامر يعني؟ اه مش بالظبط. بس دي ناس كبيره وقفوا معانا كتير، ما ينفعش اخسرهم. وهم وعدوني ان المعلومات هتوصلنا قبل اي حد، يعني شغلنا كله هيبقى اكسكلوسيف. ماشي سيب لي الموضوع ده وانا هتصرف. ابعت لي كل حاجه عندك وانا ابتدي اشتغل على الموضوع من دلوقتي، وليك عليا تتفرج على حلقه عمرك ما هتنساها. فؤاد عبد الله؟ حد يوكل قضيه زي دي لفؤاد عبد الله؟ ده هيضيعه ويوديه في 60 داهيه. ما انت عارف طريقته، بدل ما يروح يدور في الادله هيفضل يسوف وياجل وخلاص. طب انا اعمل ايه يعني؟ ما هو شريف هو اللي اختاره. انا لما تعرضت عليها القضيه يا حبيبتي ما وافقتش. المكتب مليان فيه طن من القضايا لسه ما خلصتش، لسه هناخد قضيه جديده وكبيره بالشكل ده. يا شيخه بلاش كلام فارغ. بس قضيه زي دي بالذات ما يتقالهاش لا، دي هتبقى اهم قضيه السنه دي. نهى انت اتعلمت مني كل حاجه الا حاجه واحده، عارفه ايه؟ ايه؟ الصبر. المحامي لازم يمسك نفسه وما يسيبش ريقه ويجري وراء اي قضيه، خاصه اذا كانت القضيه خسرانه. خسرانه؟ اه طبعا خسرانه. القضيه لابسه شريف لابساه، ما فيهاش كلام يعني، وفيها اطراف كتير. يعني احنا لو خدنا القضيه دي ممكن القضيه دي تاذينا، وبدل ما تطلعنا لسابع سماء تنزلنا لسابع ارض. مفهوم؟ جايز. بس ما تنساش برضو ان حضرتك اللي علمتني ان مفيش حاجه اسمها قضيه خسرانه، في محامي شاطر ومحامي خيبان. صدقوا تؤمني بالله؟ لا اله الا الله. محمد رسول الله، انت سنك طويل وعاوز تقص منه طرطوفك كده عشان يتعدل. وعموما اتهدي اهي، راحت لحد تاني. خلاص ركزي بقى في شغلك. ماشي. على فكره انا الجمعه الجايه رايح لابوك وامك اتغدى عندهم زي بعض، ويلا هتيجي انت؟ يلا يلا زي بعض، بس هات الواد ياسين لانه وحشني من زمان ما شفتوش. فاهمه؟ هحاول. مش عارفه هيرضى يشوفك ازاي بعد ما ضيعت من ايدينا قضيه شريف. يلا امشي 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 امشي. بص يا ايمن، انا عايز تخرج بصوت وصوره عن شريف مختار من يوم ما اتولد لحد النهارده، وتركز لي فيه على نشاطه السياسي والاقتصادي. تمام. قول لي بس انت عايز مدته قد ايه بالظبط؟ يطلع زي ما يطلع، بعد كده نقعد مع بعض ونختصر. مش عايز اي حاجه ملهاش لازمه، عايز المحطات الرئيسيه وبس. يعني انت عايز تعرف المشاهد مين هو شريف مختار بالظبط؟ بالظبط كده. انا عايز المشاهد اول ما يشوف التقرير ده يبقى عارف مين هو شريف مختار، وازاي دوره السياسي والاقتصادي بيأثر في حياه المواطن العادي. تمام يا معلم ما تقلقش، هبتدي الشغل عليه حالا. ما تقلقش يا عمرو، احنا عندنا ماده كفايه قوي في الارشيف عندنا. ده برضه مش كفايه، عايزين ننزل المراسلين بتوعنا يصوروا مع الناس في الشارع، عايزين ناخد رد فعلهم على الخبر وهو لسه سخن، وعايزين ناخد كمان رد فعل الفنانين بالنسبه للي حصل لدينا، خصوصا اللي اشتغلوا معاها. ايوه عمرو، بس مراسل واحد مش هيلحق يعمل كل الشغل ده النهارده. يا عم نازل كذا مراسل، بعد كده نقعد مع بعض ونختار، خلينا نعرض وجهات نظر مختلفه. طب بالنسبه لدينا تحب نتكلم عن علاقتها بشريف قبل الجواز؟ لا، احنا ممكن نعمل تقرير صغير عن علاقه الفنانات برجال الاعمال، ونركز فيه على العلاقات اللي خلصت بالشكل ده. تحب يكون مين معاك ضيوف؟ بصوا يا جماعه، حلقه زي دي احسن ضيوف يكونوا موجودين معانا خبير سياسي وخبير اقتصادي. ايه رايك؟ حلو كده؟ حلو قوي. بصوا بقى يا شباب، احنا عايزين نقلب الدنيا، فرصه زي دي ما بتجيش كتير، وهنلعبها صح يعدي علينا وغيرنا ياخدها. وانا الحمد لله ما بحبش اسيب اي حاجه لحد. ماشي ماشي. اسخنوا بقى رجاله. حاضر. اسخن انت ايمن بالذات. ماشي انت. ماشي ما تقلقش. تقلقش. اسخن يا ايمن. ها ايه؟ اسخن اسخن. اروح للدكتور يعني؟ انا بقى بتروح للدكتور.
فهمت يا ناهد؟ دي أول حاجة عايزاك تعمليها كل يوم الصبح، كل الجرايد والمجلات تجمعي لي منها كل اللي اتكتب عن قضية شريف مختار، خبر، تقرير، مقال، كله، وتحطهم لي في ملف وتجيبهم لي هنا عشان أقراهم أول لما أجي. أوكي، حاجة تاني؟ عايزاك كمان تشوفي لي حد من الشباب الصغيرين بس يكون فاهم شوية، عايزاه يروح يقعد في النيابة، يحضر التحقيق ويجيب لي أخباره أول بأول، عايزة أحس إن أنا قاعدة معاهم في التحقيق. أيوه بس فاهمة، دي حاجة برا الشغل. عشان كده اللي هيعمل لي الموضوع ده هيكون ليه حساب تاني من عندي خالص بره مرتبه. تمام كده؟ برغم انا مش فاهمه بتعملي كده ليه، انما حاضر. حاجه تاني؟ اخر حاجه، عايزاك تجيبي لي من الارشيف كل القضايا اللي شبه القضيه دي عشان عايزه ابقى ابص عليهم. طب يلا هقوم اجيبهم لك حالا. بطل اللعب فيها بقى خالد بقى، ما الدكتور قال لك ما تفكهاش دلوقتي. يا عم ده شرخ بسيط بس انت فلتت انت المره دي على وضعك. انا معرفش ما جاتش في حاجه اكبر من دراعك ليه. ومالك مبسوط كده ليه؟ انت عاوز اخلص منك يا خالد. اعيد لك يا خفه، المهم ان موضوع رزق خلص خلاص. انا مش مصدق لحد دلوقتي ان احنا قبضنا عليه، قرفنا ورا شهور. بقول لك ايه، سيبولي انا اخلص معاه. مش لسه قايل انك ما نمتش من امبارح؟ ولا اعرف انام، سيبولي انت بس وروح لمراتك. يلا ماشي. ايوه يا نهى، انت فين؟ ماما حبيبتي معلش اتاخرت عليكي، لسه مخلصه شغل والطريق زحمه جدا. وطي صوتك. ياسين نايم. نام؟ طب اكل قبل ما ينام؟ يا سلام، يعني انا هسيبه ينام جعان؟ بس على فكره طالع لك متعب جدا. طالع لي انا ولا طالع لي جده؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يعني ايه طالع لي جده؟ لا مش انا اللي بقول ده، هي اللي بتقول. انا اقول لها ما يصحش كده يا ماما. يا سلام، ده انت جايه تهدي النفوس بقى. طب يا حبيبتي خليكي قاعده مع باباكي على بال ما اقوم انا احضر العشاء. لو النبي يا ماما، انا يا دوبك هستنى خالد وناخد ياسين ونروح على طول. لا يبقى هيقعد وياكل معاك يا ماما. ومش عايزه اسمع ولا كلمه. صح. عاجبك كده؟ قولي لي اخبار شغلك ايه؟ ما تفكرنيش يا بابا، لسه قضيه ما تتسابش ضايعه من ايدينا النهارده. قضيه شريف مختار. انت عرفت؟ الجرايد لها سير غير الموضوع ده. يلا خلينا نشوف حد من الكبار بقى بيتحاكم. مش لو كان هو قتل مراته فعلا يا بابا؟ وفي حد من الكبار ما بيعملش جرايم؟ خليهم يتحاكموا. اكيد ده جوزها. اكيد. خلود ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبي، عامل ايه؟ وحشتيني. ايه ده مال ايدك؟ ولا حاجه، بسيطه. بسيطه ازاي يا خالد؟ بسيطه ما تقلقيش. ازيك يا حبيبي؟ في البتاع دي. ازيك يا عم؟ فين يا حبيبي؟ وحشتني والله. ياسين نايم وماما بتجهز لنا عشاء. نايم؟ طب يلا بينا. يلا تعالي بس. نروح فين؟ اسمعيني. طب اجيب شكل تاني يا ابني، انت لحقت تقعد. معلش يا عمي معلش. معلش ايه؟ بس احنا من ساعه ما جبنا ياسين يا خالد ما قعدناش مره لوحدنا. معلش يا عم. يا نهى خلاص بقى، احنا هنيجي هنيجي والله يا عم. هنسيب ياسين. باي باي. طب جايز عشاء. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك. عاملة ايه ياما ده؟ ايه؟ ازرق؟ لابسة الازرق فانا جاي لك دلوقتي؟ هم خدوا بدلة السجن مني وادوها لك ولا ايه؟ النبي ياما ما تلبسي الازرق تاني ابوس ايدي. النبي تتواكس، دي جلابية الضيوف. احبك يا بتاع الضيوف. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. خش تعالى. يا دين النبي يا جدعان، ده الواحد ما كانش متخيل ان هو ممكن يرجع هنا تاني ياما. منهم لله يا اخويا اللي كانوا السبب. البت فين؟ بنت يا امل. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشتيني. ايه انا هعمل لك بقى حاجه تاكلها تلاقيك على لحم بطنك بالصبح. او النبي يا امل احسن انا من الصبح على كوبايه ميه. يا حبيبي يا ابني. والله. عامله ايه يا حبيبتي؟ شفت العروسه بتاعتي الجديده؟ الله، مين اللي جابها لك دي؟ دي ست الاستاذه نهى، ربنا يكرمها ويوسع رزقها. ربنا يكرمها يا رب ويوقف لها ولاد الحلال. يا اختي حسنت يا اختي. يلا ياما جعاني ياما. طيب جعاني طيب 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 حالي البتنجان. اتفضلي. ميرسي. شفتي بقى انا بدلعك ازاي؟
حياة قلبي. بخرجك وبعشيكي وبعمل كل حاجة. ماشي يا عم. بس على فكرة ماما زعلانة قوي ان احنا مشينا. صالحة بقى لما نرجع. احنا بقالنا كتير ما خرجناش مع بعض. شكرا. قلت ليش يا خالد ايه اللي حصل لإيدك؟ لا ولا حاجة يا حبيبتي. اتخانقت مع دب النهاردة. مش مصدقاني ولا ايه؟ والله وحشتني. وانت كمان. ما قلتليش عملت ايه في قضيه شريف مختار؟ لا بقول لك ايه، انا مش جايبك هنا عشان نتكلم في الشغل، بس انا مش ماسك القضيه دي. سيبك بقى من الكلام في الشغل دلوقتي وخلينا ننبسط شويه مع بعض، ممكن؟ ماشي، بس هقول لك حاجه واحده بس، انت عارف ان وكيل فؤاد عبد الله يبقى المحامي بتاعه؟ ده هيجيب له اعدام ده. انا بقول كده برضو. يا خالد لو كانت جات لي قضيه زي دي كان زمانك شغال عليها طول الليل وسايباني بكلم الحيطان زي كل مره. ما اقدرش والله. نهى، احنا جايين هنا نتعشى ونقعد نتكلم شويه مع بعض، سيبينا بقى من وجع الدماغ ده، ممكن؟ شوفي بقى هتعزميني على ايه. خالد انت بجد وحشتني. وانت كمان. عارفه انا حاسس بايه دلوقتي؟ بايه؟ اني جعان. شوفي لنا بقى حاجه حلوه ناكلها كده. امال ايه بدلعك ومش بدلعك؟ بعد الاكل يا حبيبتي الدلع هيكون له طعم تاني. اه نبقى نحلي بيه بقى. ايوه بالظبط. عايز تاكل ايه؟ بس دي كده كل حاجه عندك. اه يعني هعمل دي قبل دي. اه وهيبقى في التقرير هنعرضه كمان. طيب تمام. جاهزين يا ايمن؟ جاهزين يا استاذ طارق. جاهز؟ اه يلا بينا. يلا بينا. شكرا يا حبيبي. 5 4 3 2. مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي حواديت بلدنا. لا ده طبعك يا حبيبتي. لا يعني هيطلب مني حاجه وانا اقول له لا؟ مش هقدر طبعا. اكيد طبعا. بعضكم مستني ان انا النهارده. خالد قول لهم يعلوا التلفزيون، حواديت بلدنا ابتدى. اوعى تسكت. مش قلنا بلاش شغل النهارده؟ ده مش شغل، انت عارف ان انا بحب اتفرج عليه. اتفرج يا ستي. خدوا فلوس القروض وطفش. لو سمحت ممكن تعلي الصوت شويه؟ قلنا وماله. عمالين يعملوا في مشاريع ملهاش اي لازمه ويبلعوا في امكانيات البلد اللي هي اصلا على قدها. قلنا وماله. تنميه. انما الجديد بقى ايه اللي حصل امبارح بالليل؟ امبارح تم القبض على رجل الاعمال المشهور والسياسي المعروف شريف مختار بعد ما توجه له تهمه القتل لزوجته الفنانه المشهوره دينا فهيم. طبعا الخبر كان صدمه علينا كلنا. دي مش خناقه، ده مش طلاق، دي مش قضيه اثبات نسب، ده قتل. ولما يبقى القاتل هو شريف مختار والضحيه هي دينا فهيم، نبقى احنا قدام قضيه راي عام. ويبقى اول سؤال لازم نساله لنفسنا، هي بقت عادة ولا ايه؟ كل يومين ثلاثة يطلع لنا رجل اعمال مشهور ويقتل مراته؟ هي بقت رياضة جديدة زي الجولف وانا مش واخد بالي؟ هناخد اتصالاتكم على طول، عايزين نعرف ايه تعليقكم على اللي حصل في مصر النهاردة. عايز اراء حرة وجريئة وكل واحد يطلع اللي في قلبه، مفيش حد يخبي اي حاجة. معنا تسوقي من المحلة. اهلا يا تسوقي. مساء الخير يا استاذ عمرو. مساء النور، خش في الموضوع على طول. موضوع ايه يا استاذ عمرو؟ مفيش موضوع من اصل. مش فاهم يا تسوقي، مفيش موضوع ازاي؟ يا استاذ عمرو، شريف مختار ده من البشوات واللي زيه هيطلعوا منها. طيب وانت شايف ان هم عملوا كده ليه؟ عشان دي مش اول مره نشوف فيها الفيلم ده. هيفضلوا قابضين عليه كام يوم، بعدها يخرج بكفاله، بعدها يشوف بقى حد يشيله القضيه، والباشا يسافر على بره وشهر ولا اتنين والكل هينسى. خلاص خلاص بقى يا استاذ عمرو، حفظناها. شكرا يا تسوقي. يظهر ان مش ده راي تسوقي لوحده، في رسائل كتير مبعوثه بتقول كلام بنفس المعنى، وفي مشاهد دمه خفيف قوي بقى بيقول ايه. والله انا خايف لا يكون اللي قتل دينا فهيم راجل مختل عقليا، او يكون سبب الوفاه لاختناق بلفاف البانجو. والله ما استبعدوش اي حاجه. معنا سمير من القاهره. اهلا يا سمير. ايوه يا عمرو، انا مش معاك انت والاخوه اللي اتصلوا. وماله؟ قولنا طب شايف الموضوع ازاي؟ يا جماعه الناس دي لو عايزه تلم الموضوع كان لمهم من بدري، وما كانوش قبضوا على شريف اصلا زي ما عملوا مع ناس كتير قبل كده. برضو وجهه نظر، لو كانوا عايزين يحلوها ما كانوا سابوها تتعقد، خصوصا ان احنا دلوقتي ما بقاش فيه اي حد فوق القانون، واللي بيغلط لازم يتحاسب ايا كان مين، ويبقى كده ان شريف مختار هيتحاسب زيه زي اي حد. شكرا يا سمير. طيب لسه مستنيين اتصالاتكم ورسائلكم، قولوا لنا شايفين اللي حصل في مصر النهارده ازاي. لكن قبل ده كله اسمحوا لي باسم برنامج ان احنا نقدم التقرير ده، نودع بيه فنانه حقيقي خسرناها. تقرير تقدروا تعتبروه اهداء مننا للفنانه الراحله دينا فهيم. وجود بصمات مؤكله على سلاحه ده امر طبيعي جدا،
السلاح ملكه مترخص باسمه من الجهات المختصه، وده مش معناه باي صوره من الصور ان موكلي هو اللي ارتكب الجريمه، ده اولا. ثانيا بقى سعادتك، وده الاهم، ان موكلي اصلا ما كانش موجود ساعه ارتكاب الجريمه، انما هو جه لقى الجريمه تمت بالفعل. طب ما بلغش ليه في ساعتها؟ اكيد كانت عنده صدمه نفسيه، احساس طبيعي. راجل دخل بيته ولقى مراته مقتوله، طبيعي ان يجيله صدمه نفسيه تفقد القدره على التفكير السليم، ولا ايه؟ وتقرير المعمل الجنائي اللي بياكد عدم اقتحام اي شخص غريب الفيلا، والمعلومه اللي جات لي انه طلب من الشغالين انهم يسيبوا الفيلا قبل وقوع الجريمه بخمس ساعات، تفتكر ده معناه ايه؟ ممكن يبقى معناه حريه شخصيه مثلا، الراجل اللي عايز يقعد لوحده من غير ما اي حد يزعجه، وجايز عايز يفضي المكان عشان محدش يمنعه. وسعادتك تقصد ايه بالظبط؟ قصدي واضح وانت فاهم، كل الادله اللي عندي بتاكد ان المشتبه فيه الوحيد في قتل مراته، والمعلومه اللي جات لي انه طلب من الشغالين يسيبوا الفيلا قبل وقوع الجريمه، ده ملوش عندي غير معنى واحد، انه ارتكب جريمته مع سبق الاصرار والترصد، ودي عقوبتها في القانون واضحه، الاعدام. حلو قوي الحلقه يا عمرو، بس عايزك بقى من بكره تشد شويه عن كده. حبه حبه يا ريس، انا مش عايز احرق كل اللي عندي مره واحده، وبعدين خلينا نشوف التحقيقات هتوصل معاه لايه. يا سيدي من بكره نص التحقيقات كله هيكون عندك. حلو قوي، وانا خليتهم يجهزوا ريبورتاج عن فؤاد عبد الله، بس قلت لهم يخفوا عليه انا عشان لو احتاجنا نجيبه في حلقه ولا حاجه. تمام، وعلى فكره انا جاني اعلانات كتير جدا، يا اللي كنت خايف على اعلانات، وكلها من اصحاب شريف مختار. لحقوا بقى الراجل في ثانيه كده، مش استنى نشوف هو هيتحكم عليه بايه. والله انت طيب يا عمرو. عايز اقول لك ان شريف مختار خلاص اتحكم عليه. تصبح على خير يا عمرو. طب نقل يا ريس. تصبح على خير. وبعدين يا نوى؟ خلاص هو انا خلصت خلاص. انا مش فاهم انت قافله الباب كمان. خلاص يا خالد ثواني. على الاقل من مهلك. احنا ورانا ايه؟ سهرانين طول الليل. لا خلاص انا جايه. ايه رايك؟ رايي اني بحبك. وايه كمان؟ واحلى واحده شفتها في حياتي كلها. وايه كمان؟ احنا هنضيع كلام ولا ايه؟ ماما انا عاوزه انام جنبكم. ياسين تنام فين؟ لا طبعا ما ينفعش. مالك يا حبيبي مش عارف تنام لوحدك؟ استني بس يا نوه انا بكلمه. انت مش عارف تنام لوحدك يعني؟ طيب انت راجل ولا مش راجل؟ راجل. لو راجل بجد بقى دلوقتي ترجع اوضتك وتنام لوحدك. طب بقول لك يا خالد انا هنعيمه وودي قطه. ما ينفعش يا نوه، هتنيميه فين؟ معلش عشان خاطري ابقى ودي قطه. ما ينفعش. تعالى يا ياسين تعالى. تعالى يا حبيبي. اتفضل يا سيدي نام في النص. يلا. على فكره انت الخسرانه. اتعوض. هنشوف. ايه بقى؟ ايه بقى حبيب ماما ده عايز ينام جنب ماما؟ نام يا حبيب ماما. نام جنب ماما. ايه؟ انت كنت بتعمله ايه؟ مساء الخير يا ليلي. مساء الخير يا بنات. مساء الخير يا انك، ازي حضرتك؟ ازيك يا بابا؟ ايه اللي مسهركم لحد دلوقتي؟ بنذاكر يعني عشان الامتحانات قربت بقى وكده. بس احنا خلاص يعني قررنا نخلص. براحتك. صباح عليك. وانت مدهن. انتوا بتضحكوا عليا؟ وشك كان هيفرقع. شفت عامل ازاي؟ كنت هموت. انا اللي كنت هموت. انت جنب ابوكي دلوقتي. في زيارة عشانك يا شريف بيه. زيارة عشاني؟ ايوه عشانك. دي مش مواعيد زيارة. اخرج انت. انت؟ يبقى انت. مواعيد الزيارة ديت بتبقى للناس العادية يا شريف بيه. بس أنا مش ناس عادية. عايزك تهدى وتسكت كده وتسمع أنا جاي أقول لك إيه بالظبط. لأن ما عنديش وقت أضيعه معاك. متهيألي أنت عارف اللي حصل ده حصل ليه. أعتقد كمان أنت عارف أنا جاي أعمل إيه دلوقتي. طلباتكم. بلاش طلبات. كان لينا طلبات زمان وانت رفضتها. حاليا احنا مش عايزين منك اي حاجه. زي ما تقول كده شفنا بديل. ياه السرعه دي. وانت جاهز ايه؟ كنت عايزني ادفع فلوس عشان اخرج. انت مش هتخرج يا شريف. انا جاي دلوقتي عشان ابلغك كده. اي حاجه هتحصل لك من النهارده تعتبر تحصيل حاصل. انت خلاص. اتحكم عليك. هتحصل محاكمات
تحقيقات، أخبار، رغي كتير، بس في النهاية النتيجة واحدة. بس أنا مش هسكت، فاهم؟ مش هسكت، فاهم؟ ما تسكت وهتنفذ كل اللي أقولك عليه بدون مناقشة، يا إما مش أنت لوحدك اللي هتحكم عليه بالإعدام. الدنيا مزال كفى يمين وكفى شمال، الدنيا مزال كفى يمين وكفى شمال، كفى نفوذ وسلطة ومال، وصدها في كفى راحة البال. الدنيا مزال كفى معاك وكفى عليك، كفى طب وتعليك، كفى تود وتدفيك، حبة في جنة وحبة في نار. يحس بوليها بتصرفها واخد الحق فيها حرفة، وكله بحساب والغلط مردود. أحسن حاجة ترضى كفى يمين وكفى شمال، الدنيا مزال ناس كومبارس وناس أبطال، ناس بتعيش على قد الحال، ناس بترازي في خلق الله. الدنيا مزال كفى بتمشي جنب الحيط، كفى بتمشي بالتخبيط، يا تبقى جبل يا تبقى حويط، وانت بقى عليك تختار.